تيجي تاخد الاورثو بقى نفس التيومرز اللي احنا ناخدها النهارده هي نفسها اللي هتاخدوها بالظبط زي ما هي. فيعني مهمه دي تهتموا بيها جدا. وطبعا مهم جدا في الاسئله في حاجات في النص يعني هنقولها في حاجات ام سي كيو. وطبعا اي حاجه كومبليكيشن لازم تيجي ريتم ماشي. يعني الاوستيومايلايتس كومبليكيشن امبارح كنا خدنا كومبليكيشن اوف اوستيومايلايتس كنا خدنا كومبليكيشن اوف اللي هي الامبيرد هيلينج اوف بون الاثنين اللي هي الفاكتور ستوري اللي بتامبير البون هيلينج الاثنين دول سؤالين ريتم مهمين جدا. واحنا ماشيين النهارده هنقول ايه الريتم المهم وهنقول الام سي كيو المهم. اول حاجه هنكمل بقيه الاوستيومايلايتس. كنا امبارح خدنا اللي هو الاكيوت هيماتوجينس اوستيومايلايتس اللي هو الاوستيومايلايتس اللي بتنقل عن طريق الدم وبسبب البكتيريا اللي هي مين الستيك ماشي. النهارده هناخد بقى الاوستيومايلايتس اللي هي سببها التي بي. معلش معلش تقفل الباب عشان الدوشه. معلش تمشي اللي هناخد التي بي في البون التيوبيركولوس اوستيومايلايتس. التي بي ممكن يأفكت اللونج بون عادي بيدخل يقعد في الميتافيزس بتاع اللونج بون ويعمل لنا الكريزيشن نيكروزس والحاجات اللي بيعملها دي كلها. الحاجه اللي احنا عايزين نتكلم عليها بالتفصيل شويه هو التي بي في الفيرتبري. التي بي افكشن اوف فيرتبري. التي بي افكشن اوف فيرتبري بيسموه البونس ديزيز. يعني معنى كلمه بونس ديزيز يعني ايه؟ يعني تي بي افكشن للفيرتبري. احنا عندنا ادي اللي مرسوم بالاسود ده دول الفيرتبرال بادز واللي بينهم بعضهم الاخضر ده الفيرتبرال ديسك. التي بي بيكاركترايز ان هو بيدمر الفيرتبرال بادي وبيدمر الديسك اللي ما بينهم. لان ده يعني اي حاجه بتكسر البون بتبقى دايما بيجي في دماغ الدكتور اللي هو الكلينيشن حاجه مكسره البون عامله اوستيوليتيك ليجن. اوستيوليتيك يعني مكسره البون. دايما اللي بيجي في دماغه اولا ان هو ايه؟ هو الاورام اللي هي المالجنسي تمام؟ طيب وخصوصا طبعا الاورام اللي هي الميتاستاتيك اللي هي يكون واحد عنده ورم في حته وباعت ميتاستاسيس للعضو. لكن الحقيقه التي بي بيعمل حاجه كاركترستيك المالجنسي مش بتعملها. التي بي بيكسر البون والديسك ان بتوين يعني بيكسر الفيرتبرال بادس وبيكسر الديسك اللي ما بينهم. لكن التيومر اللي هو المالجنت تيومر او الميتاستاسيس للفيرتبري بيكسر البادس اللي هو البون نفسه لكن ما بيكسرش مين؟ ملوش دعوه بالكارتج. بيسبير الكارتج. بيسبير الكارتج يعني بيسيبه مش بيعمل له افكشن. يبقى احنا عندنا البونس ديزيز ده تي بي في الفيرتبري كاركترايزد ايه؟ ان انا عندي ديستراكشن للفيرتبرال بادز وللديسك اللي ما بينهم تمام؟ يبقى التي بي بيبقى مهم نبقى عارفين ان هو بيدمر الديسك لان ده سؤال مهم جدا في الام سي كيو. طيب ايه هو اكتر مكان كومن بيجي فيه البونس ديزيز؟ بيجي في اللور ثوراسيك والابر لمب بين الفقرات اللي هي الثوراسيك اللي هي الصدريه والفقرات القطنيه. يبقى اللور ثوراسيك والابر لمبر هو ده الموست كومن ساين للتي بي افكشن لكن ممكن يجي في اي فيرتبري تاني عادي جدا تمام. طيب التي بقى التي بي لما بيجي بيكسر الفيرتبري والديسك اللي ما بينهم بيخلي الفيرتبرا الكوره بتتكفي على وشه لقدام كده يعمل له انتيريور كولابس. انتيريور كولابس اوف فيرتبري لما واحد ظهره عامل كده وينحني لقدام يجي له حاجه اسمها ايه؟ الكايفوزس تمام. فهو التي بي في الفيرتبري بيعمل ايه؟ انتيريور كولابس للفيرتبري عشان هو بيكسرها فيعمل الانسان ده كايفوزس. طب ايه كمان؟ التي بي زي ما احنا عارفين بيعمل كازيشن نيكروزس زي ما خدنا في الجنرال. يبدا الكازيشن نيكروزس ده يتجمع مش في ليجامنت خدناه في الاناتومي قدام الفيرتبري اسمه انتيريور فيرتبرال ليجامنت. يبدا التي بي الكازيشن اللي عاملها تتجمع لونها احمر دي تحت الانتيريور فيرتبرال ليجامنت دي كده كازيشن. طب لما التي بي يتجمع لما الكازيشن سوري تتجمع تحت الانتيريور فيرتبرال ليجامنت تعمل ايه؟ ممكن باي شكل من الاشكال تضغط على في حاجه عماله تكونكت فممكن تضغط على مين؟ على الفيرتبرال كولم اللي هو ماشي في نص الفيرتبري سوري على السباينال كورد اللي هو ماشي في نص الفيرتبري. فلما تضغط على السباينال كورد الانسان ممكن يجرى له ايه؟ يتشل يجيله باراليزس. يبقى ممكن الكازيشن اللي متجمع تحت الانتيريور فيرتبرال ليجامنت يضغط على السباينال كورد فممكن الانسان يجيله باراليزس. ايه كمان؟ الكازيشن اللي متجمع تحت الانتيريور فيرتبرال ليجامنت ممكن يسرح لاماكن ثانيه. لو هو موجود اصلا في منطقه السيرفايكال فيرتبري ممكن شويه الكازيشن دول يسرحوا ويروحوا ورا الفارنكس
في الريترو فارنجيال اريا. ممكن لو هو في الثوراسيك فيرتبري يروح يسرح ويعمل كازيشن في الميدياستاينال. ممكن لو هو ورا اللمبر فيرتبري يسرح تحت على الفيمورال تريانجل وحوالين السوس ماسل السوس تشيس يعمل فيها برضو كازيشن. يعني ممكن الكازيشن ده اللي تحت الانتيريور فيرتبرال كولم يسرح في اي حته على حسب السايت بتاع التيبيا. طبعا انا عندي في نيكروزس كولكشن يعني في نيكروتيك ماتيريال كولكتد، بس ده طبعا طبيعتها ايه؟ دي كازيشن نيكروزس عشان بس هي حاجه شبه الابسس، بس طبعا ما فيهاش الهايبرينيا ولا فيها الكونجيشن ولا فيها حاجات كده بناخدها مع الابسس والاكيوت انفلاميشن. عشان كده الكازيشن بتاع التي بي بيسموه ايه؟ الكولد ابسس. ولو تفتكروا كنا خدناه السنه اللي فاتت لما خدنا التي بي لينفادينايتس، فاكرين؟ فاكرين لما قلنا التي بي بيتجمع في الليمف نود يعمل حاجه شبه الابسس وكنا بنسميه كولد ابسس؟ نفس الكلام هنا، التي بي اللي متجمع او الكازيشن اللي متجمع تحت الانتيريور فيرتبرال ليجمنت عامل حاجه شبه البص، بس ولا فيها اي كريتيريا من الاكيوت انفلاميشن اللي هي الهايبرينيا والكونجيشن والحاجات دي، فعشان كده بيسموه الكولد ابسس. تمام؟ يبقى ايه ملخص التي بي في الفيرتبري؟ اولا اللي اسمه البولس ديزيز، وده سؤال مهم جدا جدا سواء ريتن او ام سي كيو. البولس ديزيز ده قلنا تي بي افكشن او تي بي انفكشن اوف ذا فيرتبري. الكومن سايتس بتاعته فين؟ ونخلي بالنا طالما في سايت، طالما في سايت في اي بون ديزيز فده مهم جدا جدا تبقى عارفه. السايتس في البون ديزيزز كلها فيري امبورتنت. البولس ديزيز بيأفكت مينلي ايه؟ اللور ثراسك والابر لمبر فيرتبري. طب بيعمل ايه؟ اولا بيدستروي الفيرتبرال بادي وبيدستروي الديسك ان بتوين. طيب بيعمل كازيشن نيكروزس تتجمع تحت الانتيريور فيرتبرال ليجامنت. لو انا عندي تي بي افكشن في السيرفايكال فيرتبري الكازيشن يسرح يروح لايه؟ للريترو فارنجيال اريا. لو انا عندي كازيشن في منطقه الثوراسك يروح التي بي فين؟ يسرح للميدياستاينال. لو التي بي في اللمبر التي بي يسرح تحت على السوس تشيس يعمل حاجه اسمها سوس ابسس، او يسرح تحت على مين؟ على الفيمورال تريانجل. كمان قلنا التي بي بيخلي الفيرتبري تتكفي على وشها لقدام يعمل لها انتيريور كولابس اللي هو اسمه الكايكوزس. يبقى من الكومبليكيشنز بتاعت البوتس ديزيز اولا انه ممكن يعمل انتيريور كولابس اوف الفيرتبري، يعمل لنا ديفورميتي، يعمل عيوب في شكل العظم زي الكايكوزس. تاني حاجة إن الكولد أبسس ده اللي هو الكازيشن اللي تحت الأنتيريور فيرتبرال ليجامنت ممكن يعمل إيه؟ يضغط على السباينال كورد اللي ماشي جوه الفيرتبري فيعمل إيه؟ يعمل باراليسيس. تمام كده؟ في مشكلة فيها؟ طيب بعد كده عندنا هنتكلم عن البون تيومرز. والبون تيومرز قسمناهم لسكندري وبرايمري. كلمة برايمري يعني التيومر طالع من العظم نفسه، لكن كلمة سكندري يعني التيومر كان في مكان تاني وبعد في ميتاستاسيس ليه العظم. طبعا والسكندري بون تيومر اللي هم الميتاستاتيك بون تيومر دول فيري كومن او اكتر، يعني كومن اكتر منين؟ من البرايمري تيومر. يبقى السكندري تيومر في البون مور كومن زي البرايمري تيومر عشان خاطر الام سي كيو. طب مين الاورام اللي ممكن تبعت العظم؟ اي ورم ممكن يبعت العظم عادي، خصوصا لو كانت اورام مثلا البريست. تمام؟ اورام اللي هي الايه؟ اللنج، اورام البروستيت، كل التيومرز دي ممكن تبعت لي العظم. ممكن الاورام اللي بتأفكت الاطفال زي الويلمس تيومر والحاجات دي هي تبعت لمين؟ للعظم. طيب الورم لما بيبعت للعظم يكون ورم في حته وعمل ميتاستاسيس للعظم، يعمل حاجه من الاثنين، يا اما يعمل حاجه اسمها اوستيوبلاستيك ليجن. وكلمة اوستيوبلاستيك ممكن تبقى استبدلها بكلمة اوستيوستيريوتيك. تمام؟ وممكن تعمل ايه؟ اوستيوليتيك ليجن. يعني ايه اوستيوبلاستيك ويعني ايه اوستيوليتيك؟ كلمة اوستيوليتيك يعني التيومر بيكسر العظم، وده الطبيعي ان طالما في ميتاستاسيس في البون فالعظم بيتكسر. فالميتاستاسيس في البون مينلي بيكون ايه؟ اوستيوليتيك، يعني بيكسر العظمه اللي فيها الميتاستاسيس. بيعمل لها باثولوجيكال فراكشر، فين الباثولوجيكال فراكشر بتاع امبارح؟ يعني بيكسر العظم بسبب ديزيز. لكن في بعض الاورام ممكن تعمل اوستيوبلاستيك او اوستيوسكليروتيك، يعني تكون عظم جديد، زي الاورام بتاعت مين خدناها؟ بتاعت البروستيت. قلنا البروستيت لما بيعمل ميتاستاسيس للبون
بيعمل نيو بون فورميشن. ليه؟ لان البروستاتيك كانسر بيطلع الانزيم اللي هو الالكالاين فوسفاتيز والاسيد فوسفاتيز، ودول ليهم اوستيوبلاستيك او اوستيو سكليروتيك ايفكت، يعملوا نيو بون فورميشن. تمام. طيب ده اللي احنا المفروض نعرفه عن السكندري تيومرز او الميتاستاتيك تيومرز. بالنسبه بقى للبرايمري تيومرز، دي اوريدي طالعه من العظم نفسه، مش جايه له من مكان تاني. ال WHO زي ما قلت لكم هي المسؤوله عن التقسيمه بتاعه التيومرز. طبعا عملنا لها تقسيمه، احنا خدنا الجزء منها اللي يهمنا، خدنا من تقسيمه ال WHO classification of bone tumor الجزء اللي احنا مهم عندنا نعرفه. التقسيمات الاساسيه اللي لازم نعرفها ان هم قسموها البون فورمينج تيومر. يعني ايه كلمه بون فورمينج؟ كلمه بون فورمينج يعني تيومر بيعمل بون، سواء بيعمل اوستيويد او بيعمل ووبن بون. يبقى كلمه بون فورمينج يعني تيومر معاه مكون من مكونات البون، تيومر معاه بون ماتريكس. تمام. طيب وفي حاجات كارتلج فورمينج تيومر، كلمه كارتلج فورمينج يعني تيومر بيعمل كارتلج. طيب وفي حاجه اسمها جاينت سيل ريتش ليجنز، ليجنز في البون مميزه ان هي فيها اوستيوكلاستيك جاينت سيلز كتير. وبعد كده في تيومرز اسمها اوف انسرتن هيستوجينيسيس، مش معروف الاوريجن بتاعها ايه، فبيحطوها كلاسيفيكيشن تحت اسم الانسرتن هيستوجينيسيس. يبقى انا يهمني تقسيمه الجزء منها، اللي يهمني البون فورمينج، الكارتليج فورمينج تيومرز، والجاينت سيل ريتش ليجنز، والانسرتن هيستوجينيسيس، تيومرز اوف انسرتن هيستوجينيسيس. وكل واحده منهم من الحاجات دي، البون فورمينج او الكارتليج فورمينج او الجاينت سيل ريتش ليجنز او الانسرتن هيستوجينيسيس، بتتقسم الى بيناين ومالجنانت ولوكالي مالجنانت اللي هو الانترميديت. هنبدا نتكلم اول حاجه عن البون فورمينج تيومر. هنتكلم عن البيناين بون فورمينج تيومرز اللي احنا بنسميهم الايه، الاوستيوما. الاوستيوما ازاي؟ لما اجي اقول لك ايه الديفينيشن بتاع الاوستيوما، الديفينيشن بتاعها اتس ا بيناين بون فورمينج تيومر. يبقى ايه الديفينيشن بتاع الاوستيوما؟ دي بيناين بون فورمينج تيومر. طيب الاوستيوما دي ليها ثلاثه تايبس مهمين جدا عايزين نتكلم عنهم. كل تايب منهم مهم جدا نعرف عنه السايت، قلت لكم السايت اوف بون تيومر ده غايه الاهميه، انك تبقى عارف كل ورم بيطلع من انهي عظمه بالظبط، او كومن يطلع من انهي عظمه بالظبط، ده فيري امبورتنت، حاجه مهمه جدا جدا. والايدج، يبقى السايت والايدج دول مهمين جدا جدا في البون تيومرز. وطبعا لو احنا عندنا مذكور في الكتاب صوره في الاكس راي، يعني اكس راي ابييرنس بتاع اي تيومر، فده غايه في الاهميه. ليه بقى؟ لان ما حدش فينا بيقدر يشخص ورم في العظم، يعني لما تجيلي شريحه بون تيومر ويقولوا لي شخصيها، قولي وريني الاشعه بتاعت العيان الاول، يبقى مفيش حد بيشخص باثولوجي بتاع بون من غير ما يشوف الاشعات الاكس راي بتاعت العيان، او تعتبر هو عامل اشعات. يبقى الاكس راي ده اساسي في التشخيص بتاع البون تيومر، الجزء اللي يتجزا منه. بون تيومر على طول لازم يكون فيه راديولوجي، فلو عندك في الكتاب جزء عن الراديولوجي مذكور في اي تيومر فده فيري امبورتنت. طيب قلنا الاوستيوما ده عباره عن ايه؟ عباره عن بون فورمينج تيومر وبيناين. قسمناهم لثلاث انواع، نوع اسمه الكومباكت اوستيوما، ونوع اسمه اوستيويد اوستيوما، ونوع اسمه اوستيو بلاستوما. طيب الكومباكت اوستيوما ديت نوع من انواع البيناين بون تيومر، بون فورمينج تيومر، بيطلع مني من السكال بون. يبقى الكومباكت اوستيوما بتطلع منين؟ من السكال بون. لو انا عندي ده كده حته من السكال، الكومباكت اوستيوما بتبقى عامله بالجنج كده من السكال، تيومر ناشف كده وطالع عامل بالجنج من السكال، وهتشوفوه في الجراد. تمام؟ هتلاقوا جار كده فيه اللي هو الكومباكت اوستيوما ده، جزء من السكال، ادي السكال اهي، وطالع منها ده مين؟ ده التيومر، عامل بالجنج من السكال. طيب الكومباكت اوستيوما ده من اسمه كده، اسمه ايه؟ اسمه كومباكت اوستيوما. ليه انا سميته كومباكت؟ عشان هو بيتكون من ايه؟ من كومباكت بون. فاكرين امبارح قلت لكم ايه الفرق بين الكومباكت بون ومين؟ والكانسيلوس بون. تمام؟ قلنا الكومباكت بون ماله؟ بون لاميلي مفيش منها اي فراغات، يبقى زي البون بتاع الكورتكس كده. يبقى يعني ايه كلمه كومباكت بون؟ يعني لاميلي جنب بعض مفيش بينها وبين بعضها اي فراغات او اي
بورز. فالكومباكت اوستيوما بتتكون من الورم ده، بتتكون من كومباكت سوري من البون ده. الكومباكت اوستيوما بتتكون من كومباكت بون، يعني بون لاميلي مفيش بينها ومن بعضها اي بورز ولا اي فراغات، عشان كده سموها كومباكت اوستيوما. بتحب تطلع منين؟ بتحب تطلع في الاسكال. شكلها بيبقى عامل ازاي جروسلي؟ بتبقى جلوبيولار ليجن. جلوبيولار يعني كان كده الاسكال طالع منها كوره. وطبعا الليجن دي بتكون هار ناشفه، لان هي بتتكون منين؟ من كومباكت بون، فطبيعي انها تبقى ناشفه. يبقى هي جلوبيولار ليجن بتبقى هارد، بيبقى لونها عامل زي لون السن بتاع الفيل، عارفين الناب بتاع الفيل بيسموها ايفوري وايت، تمام؟ يبقى الكومباكت اوستيوما دي لونها ايه؟ لونها ايفوري وايت، لون الناب بتاع الفيل، تمام؟ طيب عشان كده ساعات من لونها المميز اللي هي لونها الايفوري ده اللي هو لون الناب بتاع الفيل، ساعات بيسموها كومباكت اوستيوما، ممكن يسموها اسم تاني اللي هي ايه؟ ايفوري اوستيوما. ساعات بيطلقوا عليها اسم ايفوري اوستيوما، يبقى هي اسمها كومباكت اوستيوما او ايفوري اوستيوما. ايه اللي المفروض تعرفوا عنها؟ اولا انها بيناي تيومر. انهي واحد منهم؟ بون فورمنج ولا كارتلج فورمنج ولا جاينت سيل ريتش؟ لا، دي بيناي بون فورمنج تيومر. بتطلع من ايه؟ من السكال بون. شكلها عامل ازاي جروسلي؟ شكلها انها جلوبيولار ماس، وبتكون هارد، وبتكون لونها ايفوري وايت، لونها مميز جدا. طيب شكلها عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ من اسمها، اسمها كومباكت اوستيوما، يبقى هي شكلها بتتكون من ايه؟ من كومباكت بون. بون مفيش بينهم من بعض فراغات، بون لاميلي مفيهاش من بعضها فراغات تماما. تمام؟ طيب يبقى ده الكومباكت اوستيوما. طب الكومباكت اوستيوما بتعمل ايه؟ هل هي خطيره؟ لا، خطيره لو عملت بريشر على الكلى. يعني لو واحد عنده طالع له كوره كده من السكالر ممكن تعمل له كوزمتيك ديفورمتي، مشكله فيه تجميليه. كوزمتيك ديفورمتي يعني مشكله تجميليه، يبقى شكله فيه مشكله. طب ايه كمان؟ لو طلعت من البون بتاع الماكسيلاري ساينس، ما هي بتطلع من السكال بون، تمام؟ ما هي ممكن تطلع من البون بتاعت الماكسيلاري ساينس، فممكن تعمل لي اوبستراكشن لمين؟ للساينس، تعمل لي الاير ساينس اوبستراكشن، دي ممكن تعمل مشكله. فدي مشاكلها او الكومبليكيشنز بتاعتها. طيب بعد كده هنتكلم في مشكله فيها. بعد كده في حاجه اسمها الاوستيويد اوستيوما. الاوستيويد اوستيوما الديفينيشن بتاعها بيناين بون فورمينج تيوم. الاوستيويد اوستيوما بتحب تطلع منين؟ بتحب تطلع في الشفت بتاع اللونج بون. يعني لو انا عندي لونج بون كده، ادي مثلا في ماركيديا كبيره، اي لونج بون هي بتحب تطلع فين؟ في منطقه الشفت، ده مكانها المفضل هنا، تمام؟ بتحب تطلع في الادلت، في اليونج ايج والادلت، تمام؟ في سن الشباب كده. طيب الاوستيويد اوستيوما دهيت ليها شكل جروسلي، وليها شكل تحت الميكروسكوب، وليها حاجه كلينيكال المهم جدا نعرفها. اولا شكلها جروسلي عامل ازاي؟ بتبقى جريتي ماس فيها شويه هيمورج. يعني ايه كلمه جريتي؟ جريتي يعني ماس ناشفه كده. عارفين لما تيجوا مثلا لما نيجي نذبح في العيد ولا حاجه، مش لما بنيجي نقطع اللحمه ساعات بتبقى فيها حته شغل كده، والشغل عارفين اللي عارفينها ولا مش عارفينها؟ بتبقى حته حاجه كده مش عارفينها؟ يعني عارفين اللحمه كده ساعات بيكون مش دهون، هي مش دهون ولا لحمه، بتبقى حاجه يعني فيرم كده لونها ابيض حوالين اللحمه ومش بتتاكل، المفروض نقطعها عشان نرميها. طب استنى هقول لكم على حاجه، بلاش سيبكم من المثال بتاع اللحمه. الجريتي سنسيشن يعني ايه جريتي؟ جريتي يعني لما تيجي تقطع في حاجه فيرم، لما تيجي تقطع مثلا منشار في خشب مثلا، ماشي؟ مش في صوت كده هو بيعمله كده وداخل في الخشب، دي معنى كلمه جريتي. جريتي يعني انا بقطع في حاجه فيرم، تمام؟ فبتعمل صوت كده، مش عارف يعني ان شاء الله يكون الاحساس وصلكم. ايه؟ كمبيوتر؟ نعم؟ كمبيوتر مثلا؟ زي ايه؟ كمبيوتر. ايه الكمبيوتر؟ انا ما اعرفش ده بقى ايه؟ كمبيوتر. ده ايه ده؟ كمبيوتر. الكمبيوتر ممكن كمبيوتر، تمام؟ نفس الصوت كده، تمام؟ اللي هو ده جريتي سنسيشن، كانك بتقطع بحاجه ناشفه، فبتاخد منك ايه؟ وقت عشان تعرف تسلك السكينه فيها كده. ده معنى كلمه جريتي ماس. طب جريتي ماس عشان هي فيها ايه؟ عشان هي فيها بون، بتتكون من بون، تمام؟ فطبيعي ان انا لما اجي اقطعها، البون تومرز دي لما بنيجي نقطعها بنقطعها بالمنشار. لما بتجي لنا عينه بون بتقطع بالمنشار، ما لهاش حل تاني. فعشان كده اسمها ايه؟ جريتي ماس. وفيها شويه هيمورج، ماشي؟ طيب الماس دي تحت الميكروسكوب شكلها مميز، ليها حاجه مميزه جدا. اولا
لو طلعت كده ده شكلها تحت الميكروسكوب. لو طلعت كده مش في حاجه كده موجوده هنا في السنتر، في حاجه في السنتر وطالع حواليها حاجات. الجزء اللي في السنتر ده حته موفينج بون. فاكرين يعني ايه موفينج بون ولا مش فاكرين؟ يعني بون مالو هابهازرد الكولاجين فايبر بتاعته اريند بشكل هابهازرد. يبقى انا عندي في موفينج بون في النص هنا تمام، ده بيسموه ايه؟ بيسموه النيدس. يعني ايه كلمه نيدس؟ يعني السنتر بتاع الحاجه تمام. يبقى انا عندي كده في النص كده في حته موفينج بون، ده بيسموها ايه؟ بيسموها النيدس، سنترال نيدس. فاكرين خدنا نيدس دي قبل كده لما جينا خدنا الايه؟ الستونز بتاعت الكدني اللي هي اليورينا ريتراكت ستون. فاكرين قلنا البكتيريا بتاكت از نيدس. يعني ايه نيدس؟ يعني بتقعد كده في السنتر ومين يترصد حواليها الحاجات اللي بتعمل الستون. نفس الكلام نيدس يعني حاجه في السنتر. انا عندي نيدس هنا مين؟ حته موفينج بون. يبقى حته موفينج بون في النص عامله سنتر كده نيدس. حواليها ايه بقى؟ حواليها بيطلع موفينج بون ترابيكولي. يعني ايه ترابيكولي؟ يعني حته موفينج بون رفيعه كده. دي معنى كلمه موفينج بون ترابيكولي اللي هو الاحمر اللي طالع حواليها ده. بس الموفينج بون ترابيكولي ده هي فيها حاجه مميزه، ريمد باي اوستيوبلاست. يعني ايه ريمد باي اوستيوبلاست؟ شايفين الحروف بتاعت الموفينج بون ترابيكولي؟ الحروف دي كده بتكون الاوستيوبلاست محوطاها عامله سور كده حواليها. فالبون ترابيكولي هنا مالها؟ ريمد باي اوستيوبلاست، عشان هناخد مرض تاني في موفينج بون ترابيكولي مش ريمد باي اوستيوبلاست. خد بالك كويس جدا ان الاوستيويد اوستيوما في السنتر في مين؟ في النيدس. النيدس ده مكون من ايه؟ من موفينج بون طالع من حواليه ترابيكولي من موفينج بون برضه. مش اتفقنا ان البون دايما في التيومر باثولوجيك اللي هو موفينج بون؟ هل في انسان طبيعي عنده موفينج بون؟ لا، الموفينج بون ده كسر او اورام او اطفال. طيب فانا عندي موفينج بون اهو وادي ترابيكولي طالع منه اهي موفينج بون برضه، بس الترابيكولي دي مميزه انها ايه؟ ريمد باي اوستيوبلاست. يعني ايه ريمد باي؟ يعني الاوستيوبلاست الزرقاء دي محوطه الترابيكولي عاملها ريمد عامله سور حواليها تمام. طيب بين الترابيكولي وبعضها في ايه؟ في شويه كونكتيف تيشو، شويه فايبروبلاست على بلاد فيست تمام. يبقى انا عندي سنترال نيدس من ووفن بون حواليه ترابيكولي من ووفن بون برضه، والترابيكولي دي ريمد باي ايه؟ باي اوستيوبلاست. وبين الترابيكولي وبعضها في مين؟ في كونكتيف تيشو تمام. وممكن الماس كلها على بعضها تبقى متحوطه من بره بشويه رياكتيف بون تمام. طيب استاذه هيك بس الباب، بس الباب بس هيك. وممكن الماس دي كلها على بعضها تبقى متحوطه بايه؟ برياكتيف بون تمام كده. يبقى ايه مميزات الاوستيويد اوستيوما؟ ان في النص في سنترال نيدس من ووفن بون حواليها ترابيكولي، والترابيكولي دي مصنوعه من ايه؟ من ووفن بون برضه وريمد باي الاوستيوبلاست. بين الترابيكولي وبعضها في مين؟ في شويه كونكتيف تيشو. في شويه ايه؟ كونكتيف تيشو، وحوالين الليجن كله بيكون فيه رياكتيف بون. ماشي؟ طيب وقلنا دي مهم انها بتطلع فين؟ في الشفت بتاع اللونج بون. طيب الليجن ده بيبقى فيري بينفول وبالذات وقت بالليل، بيعمل نوكتورنال بين. يعني ايه نوكتورنال بين؟ نوكتورنال يعني بالليل. طيب ليه بيعمل نوكتورنال بين؟ لان هو بيطلع بروستاجلاندنز تمام؟ الورم ده بيطلع بروستاجلاندنز فبيعمل نوكتورنال بين. وقلنا الايدج بتاعه كبار ولا في صغيرين؟ لا في الادلت سن الشباب. ماشي؟ طيب بعد كده الاوستيوبلاستوما بقى، الاوستيوبلاستوما هي شكلها بالظبط شكل الاوستيويد اوستيوم. الاوستيوبلاستوما هي زي الاوستيويد اوستيوم، بس في بعض الفروقات. اولا ان الاوستيوبلاستوما بتحب تيجي فين؟ في الفرتبري. يبقى الاوستيوبلاستوما مين مكانها المفضل؟ الفرتبري. لكن الاوستيويد اوستيوما كان مين مكانها المفضل؟ الشفت بتاع اللونج بون تمام؟ الاوستيوبلاستوما ما بتعملش نوكتورنال بين، ما فيهاش بروستاجلاندنز بتطلع وما بتعملش نوكتورنال بين، ده الفروقات اللي ما بينهم. يبقى احنا خدنا كده البيناين بون فورمينج تيومر، خدنا اول حاجه الكومباكت اوستيوما، قلنا ان هي بتحب تطلع من السكال، عباره عن جلوبيولار ماس من السكال ولونها ايفوري وايت، وتحت الميكروسكوب بتتكون زي اسمها كومباكت بون. طيب بعد كده الاوستيويد اوستيوما، قلنا ده برده بيناين بون فورمينج تيومر، بيحب يطلع من الشاف بتاع اللونج بون، وبيطلع فين؟ في الادلت
بيبقى جروسلي جريتي ماس فيها هيموريج تحت الميكروسكوب، بيكون عباره عن سنترال نيدس، وسنترال نيدس دي مكونه من ووفن بون، وحواليها ايه؟ وحواليها هنا ترابيكلي من الووفن بون، وبعد كده عندنا بتكون ريمند باي الاوستيو بلاس، تمام؟ وبينها وبين بعضها بيكون في مين؟ في كونكتيف تيشو، وحواليها بيكون في رياكتيف بون. بعد كده عندنا الاوستيوبلاستوما، قلنا طبعا زي ما قلنا ان هي بتعمل ايه كلينيكال، بتعمل نوكتورنال بين عشان خاطر بتطلع البروستاجلاندينز. اما الاوستيوبلاستوما فهي زي الاوستيويد اوستيوما بالظبط، الفرق انها بتحب تطلع فيه الفيرتبري وانها ما بتعملش نوكتورنال بين، تمام؟ طيب في مشكله دلوقتي، بعد كده هناخد المالجنانت بون فورمينج تيومر. المالجنانت بون فورمينج تيومر عندنا هناخد منها واحد اللي هو مين؟ الاوستيو ساركوم. يبقى المالجنانت بون فورمينج تيومر هناخد مين؟ هو اسمه الاوستيو ساركوم. اوستيو ساركوم يعني ايه؟ يعني مالجنانت بون فورمينج تيومر، ده الديفينيشن بتاعه. يبقى الديفينيشن بتاع الاوستيو ساركوم اتس ا مالجنانت بون فورمينج تيومر. طب بيجي في انهي ايج؟ بيجي في الاكستريمز اوف ايج، يا اما في الصغيرين 18 19 سنه، يا اما في الناس الكبار جدا. يعني بيجي في انهي ايج جروب؟ في الاكستريمز اوف ايج، يا اما في الصغيرين يا اما في الكبار. طيب السايت بتاعي بيحب يطلع فين؟ بيحب يطلع في اللونج بونز، بالذات حوالين منطقه الني جوينت. وحوالين منطقه الني جوينت يعني فين؟ يعني في اللور فيمر والابر بارت بتاع التيبيا والفيبيا. يبقى هو بيحب يطلع اراوند الني جوينت، في اللور فيمر وابر بارت اوف تيبيا اند فيبيا. طيب ايه البريديسبوزنج فاكتور؟ دي ريسك فاكتورز؟ اه دي ريسك فاكتورز. الريسك فاكتور زي الاكسبوجر تو راديشن، تمام؟ وفي ريسك فاكتور خدناه امبارح، قلنا ان هو بريكانسس وبيقلب اوستيو ساركوما. كان مين؟ الباجت. الباجت ديزيز. الاوستيو مايلايتس ما يقلبش اوستيو ساركوما، ده يقلب سكويمس في التراكت، ماشي؟ يبقى هنا البريديسبوزنج فاكتورز انا بتاعت مين؟ يا اما اكسبوجر للراديشن، يا اما الباجت ديزيز اوف بون اللي هو اللي احنا خدناه امبارح. تمام، ناخد بالنا كويس قوي، لازم تبقى عارف ان الباجت بريديسبوزنج فاكتور الاوستيو ساركوما، طبعا بالذات في الناس اللي هم مين؟ الكبار في السن. ماشي؟ طيب بعد كده عندنا ايه؟ بعد كده اتكلمنا كده عن الديفينيشن، الايج سايت البريديسبوزنج فاكتور. جروسلي هو عباره عن ايه؟ جروسلي هو عباره عن دايما الساركوما تبقى فليشي. يعني ايه فليشي؟ عامله زي حته اللحمه كده طريه. ليه طريه؟ لانها تبقى هايلي فاسكولار، فما بتبقاش ناشفه زي الكارسينومز. ماشي؟ فاكرين لما خدنا البريست كانسر كنا بنقول ان هو فيرم ماس؟ لا هنا، لا هنا الساركوما از افليشي ماس. فليشي ماس يعني عامله زي حته اللحمه كده. طيب والفليشي ماس دي بتطلع فين في البون؟ ويزن الميدالا ريكافيتي، مش في البون في النص كده في ميدالا ريكافيتي ماشي فيه البون مارو؟ ده بيطلع منه التيومر، بيطلع ويزن الميدالا ريكافيتي، وبعد كده يبدا يدمر الميدالا ريكافيتي ويبدا يدمر الكورتكس ويدمر البريوستيا ويطلع بره على مين؟ على السوفت تيشو اللي حوالين العظمه اللي هو السكيتال ماسلز والفات والحاجات دي بقى. يبقى هو بيبدا ان هو انتراميدالاري ماس، ماس جوه الميدالا، يبدا يكسباند ويدمر الميدالا وبعد كده يدمر الكورتكس وبعد كده يطلع بره يدمر مين؟ البريوستيا ويطلع بقى على السوفت تيشو اللي بره، تمام كده؟ طيب الماس دي قلنا فليشي ماس، بيكون طبعا فيها وايت ارياز من الهيموريج ومن النيكروزس، تمام؟ وقلنا بتطلع مينلي جوه الميدالا ريكافيتي وبتعمل ديستراكشن للكورتكس وبتطلع على السوفت تيشو اللي بره. في اوستيو ساركوما تطلع في مكان تاني غير الميدالا ريكافيتي؟ اه ساعات بتطلع بره عند الكورتكس، سموها بارا كورتيكال، ودي بتبقى ايه؟ البروجنوز بتاعها اخف شويه. ففي بارا كورتيكال اوستيو ساركوما اه في، تمام؟ لكن هي مينلي بتطلع جوه مين؟ جوه الميدالا. طيب ده كده الجروس بيكتشر بتاعتها. تحت الميكروسكوب بقى عامله ازاي؟ تحت الميكروسكوب مش احنا اتفقنا ان البون ده ميزنكايم، وقلنا الميزنكايم بيتكون من حاجتين مهمين، مين ومين؟ الميزنكايم او اي ميزنكايم في الدنيا نورمال هيستولوجي عباره عن ايه؟ خليه وايه تاني؟ كونكتيف تيشو سيل وماتريكس، ماتريكس عموما. يعني لو انا عندي الميزنكايم اللي قدامي فايبروس تيشو، الخليه بتاعته ايه؟ فايبروس، والماتريكس بتاعه الكولاجين، بتطلع كولاجين صح؟ لو عندي الميزنكايم قدامي كارتج، يبقى الخليه بتاعتي ايه؟ كونتروسايت. ومين الماتريكس بتاعها؟ الهيالين كارتج اللي هو الماتريكس اللي تحتها.
طيب لو انا عندي الميزنكايم ده بون، يبقى الخليه اللي هي مين؟ الاوستيوبلاست. ومين الماتريكس بتاعها اللي هو مين؟ الاوستيويد. يبقى اي ميزنكايم في الدنيا عباره عن ايه؟ سيل وماتريكس، مش كده؟ يبقى بالتالي التيومر اللي هيطلع من الميزنكايم ده هيبقى سيل وماتريكس برضه. مش البون عندي عباره عن اوستيوبلاست واوستيويد، ده النورمال بون. يبقى التيومر بتاعه اللي هو الاوستيوساركوما هيكون برضو عباره عن خلايا ونايمه على اوستيويد ماتريكس. مش احنا اتفقنا ان الاوستيوساركوما دي عباره عن مالجنت بون فورمينج تيومر؟ قلنا بون فورمينج. طيب يبقى بون فورمينج يعني لازم تطلع ايه؟ بون. هل هينفع تتكون من مجرد من مالجنت سيلز وبس اقول عليها اوستيوساركوما؟ ما ينفعش، لازم تكون بتطلع حاجه ريليتد للبون عشان اقول ان ديت ايه؟ بون فورمينج. فاحنا عندنا الاوستيوساركوما بتتكون من خلايا غير كريتيريا اوف انابليزا. الخلايا دي ساعات بتبقى مسحوبه للجنبين كده اللي هي سبندل، او ساعات بتبقى مدوره يسموها الاي بي سيليوي. حلو كده؟ الخلايا دي بينها وبين بعضها في مين؟ في اوستيويد. لازم الاقي اوستيويد عشان اقول ان ده بون فورمنج تيومر. يبقى هي مالجنان سيلز وبينها وبين بعضها الاحمر ده اللي هو مين؟ الاوستيويد. بس خلي بالك بقى الاوستيويد في الاوستيوساركوما مختلف شويه عن الاوستيويد اللي هو النورمال بتاع البون. احنا عارفين ان النورمال اوستيويد بتاع البون بتكون ماتريكس كده ارضيه، تمام؟ وناجي فيها اللي هم مين؟ البون سيلز، مش كده؟ الماتريكس هنا او الاوستيويد هنا مختلف شويه. الاوستيويد هنا عامل شرايط، عارفين اللي هي الدانتيل او اللي هو شرايط الستان اللي بيحطوها في الدفيره دهيت، عامل شرايط يسموه ليس لايك اوستيويد. يسموه ايه؟ ليس لايك. يعني ايه ليس لايك؟ يعني عامل زي شرايط الدانتيل او شرايط الستان، شرايط رفيعه قوي من الاوستيويد بين التيومر وبعض. فالليس لايك اوستيويد ده مالجنانت اوستيويد، تمام؟ يبقى المالجنانت اوستيويد مميز بشكله ايه؟ ليس لايك، عامل زي الشرايط كده. يبقى التيومر اللي هو الاوستيوساركوما تحت الميكروسكوب عباره عن ايه؟ خلايا سبندل او ايبيثيليويد. ايبيثيليويد يعني مدورين، فيهم الكرايتيريا اوف انابليزيا اللي احنا عارفينها. بينها وبين بعضها في مين؟ ليس لايك اوستيويد. وكلمه ليس لايك دي فيري امبورتنت في الاوستيوساركوما، لان معنى ليس لايك يعني شرايط رفيعه من الاوستيويد اللي هو المالجنت اوستيويد، تمام كده؟ طيب ساعات الاوستيوساركوما لازم عشان اشخص اوستيوساركوما لازم الاقي فيه اوستيويد. ما بشخصش اوستيوساركوما من غير الاوستيويد ده، والا ما تبقاش بون فورمينج. بس ساعات في جنب من التيومر غير الجنب اللي فيه اوستيويد بنلاقيه بيدفرنشيت لحاجات ثانيه. يعني ايه؟ يعني الاقي جنب كده من التيومر فيه شويه هايلاين ماتريكس عامل كوندروبلاستيك ديفرنشيشن، مد حته كده شبه الكوندروبلاست، تمام؟ بالماتريكس بتاعها الاقي حته من التيومر على جنب كده مطلعه شويه كولاجين وفايبروبلاست، يسموها ايه؟ يسموها فايبروبلاستيك ديفرنشيشن، تمام؟ كلمة differentiation ان هو بيعمل مكونات شبه حاجات تانية، بس ده الى جانب وجود مين الاساسي؟ الاوستيويد، تمام كده؟ يبقى الاوستيوساركوما malignant cells وليس لايك اوستيويد اللي هو المالجنانت اوستيويد. ممكن الاقي معاه حتة كارتج عادي، الاقي معاه حتة fibrous tissue عادي جدا، بس لازم مين اللي هشخص بيه؟ وجود الايه؟ الاوستيويد، تمام كده؟ طيب بعد كده شكل الاوستيوساركوما تحت الميكروسكوب بتعمل شكل مميز بس مش كاركترستيك. يعني ايه مش كاركترستيك؟ يعني لو واحد عنده اوستيوساركوما ممكن الاقي المنظر ده في الاكس راي، لكن مش لازم الاقيه، ومش لازم لو لقيته يبقى اوستيوساركوما، بس هو منظر هي ممكن تعمله، ماشي؟ المنظر ده ايه؟ مش احنا اتفقنا ان انا عندي ماس، وماس بتدستروي الكورتكس وبتطلع على بره. الماس دي وهي خارجه او بتطلع للسوفت تيشو مش بترفع البليوستيوم؟ لما بترفع البليوستيوم لفوق بتعمل لي تراينجل كده، شايفين في تراينجل كده البليوستيوم اللي هو الاخضر ده، بتعمل تراينجل. التراينجل ده نتيجه لان التيومر رفع البليوستيوم، فالتراينجل ده بيبان في الاكس راي. الاكس راي المفروض بيبقى اسود، تمام؟ الباقي الحته دي اللي فيها التيومر بتبان لونها ابيض غامق، يعني ابيض تقيل كده، تمام؟ بيسموها ريديودانس، يعني ابيض تقيل. طيب الحته بقى اللي هي رفع البليوستيوم دي بتكون شكلها مثلثه، يسموا الترينجل ده يسموه ايه؟ يسموه الكودمان تراينجل. يبقى الترينجل ده هنا اسمه ايه؟ اسمه كودمان تراينجل. طب نتيجه لرفع البريوستيوم ده، احنا اتفقنا امبارح اي حاجه بتحرك البريوستيوم لما كانوا بيرد ان هو بيعمل ايه؟ فاكرين الاوستيومايلايتس؟ لما الاكسس رفع البريوستيوم، البريوستيوم رد ان هو عمل ايه؟ نيو بون فورميشن.
بيرد ان هو يعمل رياكتيف بون. ليه؟ لان البريوستيوم تحتيه قلنا الاوستيوبريجريتور سيلز اللي هي بون فورمينج سيلز. فاي حاجه بتحرك البريوستيوم من مكانه بتعمل لي رياكتيف بون. يعني ايه رياكتيف بون؟ يعني بون مش مالجنت، ده بون كرياكشن بس، بون بيناين عادي، بس النتيجه ان انا رفعت البريوستيوم من مكانه. تمام كده؟ يبقى انا عندي لما ارفع البريوستيوم عامل لي كودمان تريانجل في الاكس راي، وكمان بيعمل لي خطوط كده اللي هي الزرقاء دي. الخطوط ديت عباره عن ايه؟ عباره عن الرياكتيف بون اللي تكون نتيجه ليه رفع البريوستيوم. تمام؟ الخطوط ديت بيسموها ايه؟ بيسموها سن راي ابييرز. يبقى المنظر بتاعنا في الاكس راي رفعت البريوستيوم عمل لي تريانجل اسمه ايه؟ كودمان تريانجل. طب لما رفعت البريوستيوم عمل لي رياكتيف بون، خطوط الزرقاء دي من الرياكتيف بون بيسموها ايه؟ سن راي ابييرنس، وده منظر بنشوفه في الاكس راي. طيب التريتمنت بقى بتاع الاوستيوساركوما بتتعالج ازاي؟ الاوستيوساركوما بتتعالج بالكيمو ثيرابي، حاجه اسمها نيو ادجمنت. يعني ايه كلمه نيو ادجمنت؟ كلمه نيو ادجمنت المكتوب عندكم كده يعني كيمو ثيرابي قبل ما اعمل عمليه. مش في ناس تشيل الكانسر تشيل التيومر بعد كده تاخد كيمو ثيرابي؟ صح؟ كلمه نيو ادجمنت كيمو ثيرابي يعني كيمو ثيرابي قبل العمليه. ليه بيدوا كيمو ثيرابي قبل العمليه؟ عشان يقللوا حجم الماس. فالكيموثيرابي اللي هو النيو ادجوفان ده كان زمان الاوستيوساركوما بيعالجوها بيعملوا امبيوتيشن للليمب اللي فيه اوستيوساركوما، بيشيلوا الليمب كله. لكن مع وجود النيو ادجوفان كيموثيرابي ده ادى الى ممكن الاوستيوساركوما ما تتعالجش ان احنا نعمل امبيوتيشن، اللي هي مجرد ندي نيو ادجوفان فيصغر حجم التيومر او يشفيه تماما. فده النيو ادجوفان كيموثيرابي هتلاقي مكتوب عندكم ادى الى حاجه اسمها ليمب سبيرنج سيرجري. ليمب سبيرنج سيرجري يعني خلاص ما عدتش احتاج ان انا ايه؟ اعمل امبيوتيشن. تمام؟ طيب يبقى الاوستيوساركوما الديفينيشن بتاعها هي عباره عن ايه؟ مالجنت بون فورمينج تيومر بتطلع في الاكستريمز اوف ايج، الصغيرين والكبار. السايت بتاعها بيطلع من اراوند ني جوينت، اللور بارت بتاع الفيمر او الابر بارت بتاع التيبيا والفيبيلا. البريديسبوزنج فاكتورز الاكسبوجر تو الراديشن او الباشل ديزيز اوف بون في الناس الكبار في السن. الجروس بيكتشر هي عباره عن فليشي ماس ويز ارياز اوف هيموريدج اند نيكروزس، بتبدا الاول تملا الميدالا ريكافيتي، ديستروي الكورتكس، تخرج بره ديستروي البريوستيوم وتطلع على السوفت تيشو اللي حوالين البون. تحت الميكروسكوب عباره عن مالجنانت سيلز ابيثيليويد او سبندل مدورين او مسحوبين فيهم الكريتيريا اوف اناكليزيا، بينهم وبين بعضهم مين؟ الليس لايك اوستيويد. ممكن الاقي شويه كارتلج اسمها كارتلاجينس ديفرنشيشن، الاقي شويه فايبروبلاست اسمها فايبروبلاستيك ديفرنشيشن. عايز ان احنا نلاقيه اهم حاجه بشخص بيها اللي هو مين؟ الاوستيويد. طيب بعد كده الراديولوجي قلنا ممكن ترفع البريوستيا تعمل حاجه اسمها كودمان تريانجل في الاكس راي. طيب ورفع البريوستيا بيعمل رياكتيف بون فورميشن فيدي منظر اللي هو اسمه السان راي ابييرنس. التريتمنت بتاعنا نيو ادجوفانت كيمو ثيرابي، وده ادى ان احنا ممكن ايه للليمب سبيرنج سيرجري ان احنا نحافظ على الليمب ما نعملش امبيوتيشن. في حد مش فاهم اوستيوساركوما؟ تمام؟ طيب بعد كده ندخل على الكارتج فورمينج تيومرز. هنتكلم الاول عن البيناين كارتج فورمينج تيومرز. اول بيناين كارتج فورمينج تيومر حاجه اسمها اوستيوكوندروما. يبقى ايه هو الاوستيوكوندروما ده؟ ده بيناين كارتج فورمينج تيومر. يبقى ايه هو الاوستيوكوندروما؟ اتس ا بيناين كارتج فورمينج تيومر. بيطلع في انهي ايج؟ بيطلع في اليونج ايج. بيطلع فين؟ في اي منطقه في البون؟ تحت الابيفيزيال بليت. مش ده الابيفيزيال بليت؟ هي بتطلع تحت الابيفيزيال بليت على طول، يبقى بتطلع في اللونج بون تحت الابيفيزيال بليت اوف كارتج. طيب شكلها عامل ازاي جروسلي؟ شايفين المنظر ده جروسلي؟ المنظر ده دي بون اهي لونها اسود، دي بون
في حاجه عامله بلج منها من الجنب كده، ليها ستوك. يعني ستوك يعني ايه؟ يعني رقبه لازقه في البون وطالعه بره كده، بيسموها مشروم شيت. يعني عامله زي المشروم كده، فشكلها بروستي عباره عن ايه؟ مشروم شيت ليجن تحت الابيفيزيال بليد واتاتشد للبون بحاجه اسمها ايه؟ ستوك. يبقى هي مشروم شيت ليجن طالع تحت الابيفيزيال بليد واتاتشد للبون برقبه، حاجه اسمها ايه؟ ستوك. لو جينا بصينا للاوستيوكوندروما دي تحت الميكروسكوب بتتكون من ايه؟ لو جيت خدت الماس دي وشفتها تحت الميكروسكوب، اولا من بره كده بتتكون من حاجه اسمها البريكوندريا. البريكوندريا ده اللي هو الكونكتيف تيشو اللي بيكون حوالين الكارتج. هي بتتكون من بره اللير الخضراء دي، لير من البريكوندريا. تحت البريكوندريا بيكون في كارتج سيلز على هايلاين ماتريكس لونهم ازرق دول، يسموها كارتلج كاب. مش انتوا عندكم المشروم بيكون ليه كاب فوق كده بقى نازل منه حاجه؟ فهنا الكارتلج عامل كابنج للماس، في كارتلج سيلز عامله كاب، عامله طاقيه للماس. طيب بعد الكارتلج كاب بنزل تحت الاقي الحاجات الحمراء دي. ايه الحاجات الحمراء دي؟ دي كانسيلس بون. عارفين البون اللي هو بيبقى موجود في البون مارو اللي هو كله فراغات؟ فاكرين الكانسيلس بون ولا نسيتوه؟ لسه قايله امبارح. قلنا يعني ايه كانسيلس بون؟ يعني بون مفرغ اللي هو سبونجي بون، تمام؟ تحت الكارتلج كاب بيكون في مين؟ كانسيلس بون او سبونجي بون. يبقى هي بتتكون من ايه؟ اولا بريكوندريا، ثانيا كارتلج كاب، طاقيه من الكارتلج. تحت الكارتلج كاب بيكون في شويه ايه؟ كانسيلس بون، تمام؟ او سبونجي بون. يبقى الاوستيوكوندروما ليه اسمها اوستيوكوندروما؟ عشان فيها جزء بون وجزء كارتلج. بس الكلاسيفيكيشن بتاعها اوعى تنطق كلمه اوستيو وتفتكر انها بون فورمي. لا، الاوستيوكوندروما دي مين؟ دي كارتلج فورمينج تيومر. طب دكتور، نعم، ليه في الاوستيو ساركوما انا حطيتها مع البون فورمينج مع ان هي بيبقى فيها كارتلج وماتريكس؟ مش لازم يكون فيها كارتلج، ممكن يبقى فيها وممكن ما يبقاش فيها، بس لازم يبقى فيها بون، لازم يبقى فيها اوستيو. ماشي. يبقى احنا عندنا الاوستيوكوندروما دي از امينين كارتلج فورمينج تيومر. بتطلع منين؟ بتطلع تحت الابيفيزيال بليد في السن الصغير، شكلها جروسلي مشروم شيب ناس اتاتش دي البون عن طريق ستوك برقبه، شكلها تحت الميكروسكوب بيريكوندريا كارتلج كاب من الكارتلج سيلز، وتحت بيكون في مين؟ الكانسيلس بون، تمام؟ شبه المشروم بالظبط. طيب بعد كده في بيناين فورمينج تيومر تاني اسمه الكوندروما. مش شفتوا السكشن؟ شفتوا الكوندروما؟ فاكرين؟ فاكرين؟ مش موجودة. نعم؟ مش موجودة. ما كانتش محطوطة على الميكروسكوبات بره؟ لا. مش موجودة جوه الزرع؟ اه ما انا عارف. هي موجودة بره بقى. لا، ما هما كل الميكروسكوبات كانوا عشان العدد كانوا مخلين كل الميكروسكوبات الناس تقعد عليها عشان خاطر البوكس. لا شفتوا هي شبه النورمال. طب شفنا صورة ليها؟ طيب فاكرين لما كنا ماسكين الميكروسكوبات سلايدز؟ هي الزرقاء خالص دي؟ مش فاكرين اي حاجه، يعني كوندروما دي عادي فكرتوا يعني احنا خدناها قبل كده. كوندروما دي شبه النورمال كارتج، تمام؟ يبقى الكوندروما دي عباره عن ايه؟ جيناين فورمينج كارتج فورمينج تيومر. الكوندروما دي قسموها لنوعين، نوع منها بيكون طالع ويز من الميدالري كافيتي، جوه الميدالري كافيتي بتاع اللونج بون، فيسموها ان كوندروما. يبقى جزء يبقى طالع ايه؟ جوه الميدالري كافيتي، فيسموها ان كوندروما. ايه يعني ايه ان كوندروما؟ الكوندروما جوه الميدالري كافيتي، يا اما طبعا من على السيرفيس من بره عند الكورتكس، فيسموها جاكستا كورتيكال كوندروما. يبقى الكوندروما ليها مكانين، يا اما جوه الميدالري كافيتي اسمها ان كوندروما، يا اما بره عند الكورتكس اسمها ايه؟ الجاكستا كورتيكال كوندروما، تمام؟ طيب الكوندروما تحت الميكروسكوب بتبقى كابسيوليتد ماس، هي كبسول وبتتكون من جروبس من الكارتلج سيلز نايمين على الهايلاين ماتريكس، تمام؟ شبه النورمال كارتلج بالظبط. يبقى دي كده عندنا اللي هي مين؟ الكوندروما. يبقى الكوندروما ابيناين كارتلج فورمينج تيومر نوعين، نوع جوه الميدالري كافيتي اللي اسمه الانكوندروما، نوع بره اللي اسمه الجاكستا كورتيكال كوندروما. بتبقى كابسيوليتد ناس وتتكون من جروبس من الكارتلج سيلز على هايلاين ماتريكس، تمام كده؟ بعد كده هناخد المالينت كارتلج فورمينج تيومر اللي هي مين؟ الكوندرو ساركوما. كوندرو ساركوما ايه الديفينيشن بتاعها؟ It is a malignant cartilage forming tumor. بتطلع منين الكوندرو ساركوما؟ بتطلع من السنترال سكيليتون. يعني ايه كلمة سنترال سكيليتون؟ سنترال سكيليتون يعني العظم اللي في نص الجسم، شولدرز، ميديا ستاينال، بيلفيك بون،
ريبس بتحب تطلع فين؟ في السنترال بون. يعني ممكن تطلع في الاكستريميتيز بس قليل. يعني هي بتحب تطلع منين؟ من السنتر. يبقى احنا عندنا السايد بتاع الكونجوساركوما سنترال بون. طب بروسكت بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى ماس لونها مزرق بلوش بتلمع ترانسلوسنت لان فيها كارتج، فهي بتبقى ماس مالجنانت ماس عادي يعني فيها هيموجينيكروسس وكل حاجه، بس لازم طالما الماس فيها كارتج كومبوننت او نا كارتج فورمينج تيومر فالماس دي بتكون لونها بيلمع ازرق بيلمع شويه اسمها ترانسلوسنت ماس لان فيها كارتج او فيها الماس بتاع كارتج. تاني حاجه الكارتج دايما بيترسب فيه كانسر، فبلاقي الناس دي فيها فوسايل كالسيفيكيشن. يبقى جروسلي هي مالجنانت ماس فيها هيموجينيكروسس وعامله انفلتريشن وكل حاجه، بس لازم طالما هي كارتج لازم تجيب سيره انها ترانسلوسنت ماس يعني شفافه وان فيها فوساي اوف ايه اوف كالسيفيكيشنز. تمام كده؟ طيب تحت الميكروسكوب بقى انتوا مكتوب عندكم عناوين كده وانتوا متسالين والعناوين مجعلصه شويه فهنفهمها، لكن مش مطلوب منكم تعرفوا تفاصيلها يعني هنفهم عشان خاطر تبقى عارف الكلام المكتوب قدامك. تحت الميكروسكوب اول حاجه عندنا حاجه اسمها الكونفنشنال كوندروساركوما. عندنا حاجه اسمها الكونفنشنال تايب. الكونفنشنال تايب دي بتتكون من حاجات ايه؟ من كوندروسايتس اهي كوندروسايتس، بس مالها فيها كرايتيريا اوف انابليزيا. مالجنت كوندروسايتس النيوكليي كبيره وفيها سنترال نيوكليي وبليومورفيزم والحاجات دي، دي اسمها كونفنشنال كوندروساركوما. والكوندرو سايتس اللي هي المالجنت دي اللي فيها انابليزيا بتكون عامله انترابنج النورمال بون في النص، هي طالعه من ويزن بون، فبتكون مالجنت كوندرو سايتس فيها الكرايتيريا اوف انابليزيا وعامله انترابنج لاجزاء من النورمال بون في نصها كده لان انا عامله انفلتريشن. طيب دي اسمها كونفنشنال كوندرو ساركوما اللي هي الكوندرو ساركوما العاديه. الكوندرو ساركوما دي قسموها جريدز، يعني ادوها اللي هي الكونفنشنال دي ادوها جريد 1 وجريد 2 وادوها جريد 3. طب قسموها جريدز على حسب ايه؟ على حسب السيلولاريتي بتاعت التيومر. يعني هل التيومر هايلي سيلولار تكون خلايا كتير جدا ولا مدرك ولا قليلين؟ لما السيلولاريتي قليله بياخد جريد 1، عاليه شويه جريد 2، عاليه جدا ياخد جريد 3. وعلى حسب الميتوزس والبليومورفيزم، يعني على حسب قد ايه الخلايا شكلهم وحش، قد ايه الخلايا فيها ميتوزس، يبقى على حسب السيلولاريتي والميتوزس والبليومورفيزم ادوهم جريد 1 و2 و3، ده الجريدنج بتاع الكوندرو ساركوما اللي هي الكونفنشنال تايب. طيب في كده قوسين مفتوحين كده وحاطط لك كلمات جنب بعض كده كلمات مش يعني غريبه. اول حاجه قال لك ان في نوع اسمه ايه؟ اسمه الميزينكايمال كوندرو ساركوما. كلمة ميزينكايمال كوندرو ساركوما يعني كوندرو ساركوما معاها حتة يعني بتتكون مينلي من راوند بلو سيلز اللي هي الخلايا البدائية. تمام؟ دي بيسموها الايه؟ الميزينكايمال كوندرو ساركوما، بتتكون مينلي من خلايا بدائية. في كلير سيل كوندرو ساركوما، يعني بتتكون من خلايا ليها ايه؟ ليها كلير سايتوبلازم، يبقى دي كده ميزينكايمال كوندرو ساركوما، وفي الكلير سيل كوندرو ساركوما ليها كلير سايتوبلازم. وفي حاجه اسمها دي ديفرنشيتد كوندروساركوما. دي ديفرنشيتد كوندروساركوما يعني بتلاقي التيومر كده ماشي معاك حته كونفنشنال، فجاه لقيت الدنيا ضلمت فجاه مبقاش فيه كونفنشنال كوندروساركوما دي، لقيت بعدها خلايا كده اسبندد مالهاش ما تعرفش هي طالعه منين. دي ديفرنشيتد يعني لما تبص لها مش هتعرف هي طالعه منين. ماشي؟ يبقى دي انواع انت بس مش مطلوب منك تعرف ايه تفاصيلها لانها طبعا صعبه جدا، لكن انا بس بشرح لك الاسماء اللي مكتوبه عندك تبقى عارف ان الكونفنشنال كوندروساركوما هي الكوندروساركوما البلدي اللي هي العاديه. طيب الكلير سيل كوندروساركوما باينه من اسمها الخلايا بتاعتها اللي هي كلير سايتوبلازم. الميزينكايمال كوندروساركوما فيها خلايا بدائيه، واحنا عارفين ان الخلايا البدائيه من ايام الويلمس تيومر شكلها عامل ازاي؟ راوند بلو سيلز. طيب الميزينكايمال قلنا دي ديفرنشيتد كوندروساركوما يعني كوندروساركوما معاها سبند سيلز انت لما تبص لها مش هتعرف دول طالعين منين، عشان كده سميناهم دي ديفرنشيتد يعني مش شبه حد. ماشي؟ وقلنا الجريدنج بتاع الكونفنشنال كوندروساركوما جريد 1 و2 و3 على حسب السيلولاريتي وعلى حسب مين؟ البليو مورفيزم او الميتوزس بتاع الكوندروساركوما. تمام؟ طيب دي كده الكوندروساركوما اهم حاجه تعرفها عنها مكانها بتحب تطلع منين؟
من السنترال سكيليتون والايدج بتاعها بتطلع في اي ايدج جروب؟ بتطلع عند سن الاربعينات. تمام؟ يبقى هي بتحب تطلع من السنترال سكيليتون بتطلع في الميدل ايدج. ماشي؟ بعد كده في حد مش فاهم حاجه في في الكارتج فورمينج تيوبر؟ طيب بعد كده هنتكلم عن الجاينت سيل ريتش ليجنز. الجاينت سيل ريتش ليجن هناخد منهم النهارده حاجتين، حاجه اسمها الجاينت سيل تيومر اوف بون، وحاجه اسمها الاي بي سي اللي هو اختصار انيوريزما بون سيستم. طبعا هو مكتوب عندكم في الكتاب تحت عنوان انسرتن ستيوجينيسيس، هو ده مكتوب على يعني كلاسيفيكيشن قديمه انتم ملزمين بيها، بس هو ده الاثنين دول من الجاينت سيل ريتش ليجنز اوف بون. ماشي؟ حديثا الاثنين دول جاينت سيل ريتش ليجنز. طيب اول حاجه في الجاينت سيل ريتش ليجن هناخد هو الجاينت سيل تيومر اوف بون. دي شفتوها بقى في السكشن؟ صح؟ ماشي. الجاينت سيل تيومر اوف بون او اسمها الثاني اللي هو مين؟ الاوستيو كلاستوما. دي بيناين ولا مالجنت ولا انترميديت؟ لا دي انترميديت، ودي مهمة قوي تعرف انها انترميديت تيومر او اللي هو ايه؟ لوكالي مالجنت تيومر. الجاينت سيل تيومر اوف بون بيحب يطلع في منطقة ايه؟ فين المنطقة اللي انا مشاورة عليها دي؟ اي حتة في البون دي؟ الابيفيسس. الابيفيسس، يبقى هو بيحب يطلع في منطقة ايه؟ الابيفيسس بتاع البون. بتبقى ماس وفيها هيمورج كتير، مشهور عنها انها بتعمل هيمورج كتير وطالعة من الابيفيسس بتاع البون، ودايما الناس دي بتعمل حواليها كده زون من الرياكتف بون، يبقى في حواليها كده رياكتف بون. الماس ده هي تحت الميكروسكوب هي اسمها جاينت سيل تيومر اوف بون، يبقى فيها ايه؟ جاينت سيلز كتير. يبقى الماس دي فيها اوستيوبلاستيك جاينت سيل كتير، مالتي نيوكليت جاينت سيل، بس الجاينت سيل دول مش هما التيومر، مش هما النيوبلاستيك كومبوننت، امال دول مين؟ دول رياكشن. تمام؟ امال مين بقى النيوبلاستيك كومبوننت؟ مين هما التيومر نفسه؟ التيومر سيلز الخلايا في النص بتوين المالتي نيوكليت جاينت سيل اللي هي الخلايا الحمراء دي، خلايا ليها نيوكليس واحده يسموها مونو نيوكليار سيلز. يبقى التيومر ده بيتكون من تو كومبوننت، كومبوننت مش تيومر اللي هو رياكتف اللي هو الجاينت سيلز، والتيومر تاني اللي هو مين؟ المونو نيوكليار سيلز دي اللي حوالين الجاينت سيل، ودي بتبقى هي مين؟ هي خلايا التيومر. تمام؟ طيب الجاينت سيل تيومر بون قلنا ان هو بيكون انترميديت تيومر او لوكالي مالجنت تيومر، وبيطلع في انهي ايج؟ بيطلع في الميدل ايج. تمام؟ في حد مش شايف الجاينت سيل تيومر بون؟ يعني الاوستيوكلاست دي بتبقى نورمال؟ اه رياكتف اللي هو بتوع البون عادي، بس السيلز التانية دي بتبقى ايه؟ هما بقى مالجنت جاي منين؟ لا معرفش ايه اوريجينال ماشي، بس هم لقوا من الحاجات الكاركترستيك في الورم ده يعني جدا، اصل احنا عندنا جاينت سيل ريتش ليجن كتير قوي في البون، لما نيجي نشوف ورم في البون وفي جاينت سيلز كتير بنبقى متلخبطين هو اي واحد فيهم. من الحاجات الكاركترستيك قوي في الورم ده ان مش الجاينت سيلز جواها نيوكلياي، النيوكلياي جواها نيوكلياي كتير، النيوكليار اللي جوه الجاينت سيل دي بالظبط تبقى شبه النيوكليار اللي بره في المونو نيوكليار سيلز، الاثنين ليهم نفس النيوكليار. تمام؟ قال ممكن ده يدي هنت على الاوريجن بتاعهم او حاجه، مش عارفه الاوريجن بتاعهم مين بصراحه. تاني حاجه، حاجه مهمه برضو في الورم ده تبقوا عارفينها يعني للمعلومات الجراحيه بعد كده، ان الجاينت سيل في الورم ده بيكونوا ايفنلي ديستريبيوتد. يعني ايه ايفنلي ديستريبيوتد؟ كلمه ايفنلي ديستريبيوتد يعني متوزعين بالتساوي في التيومر. تمام؟ يعني ما بلاقيهمش مجمعين بعض في حته كده الجاينت سيلز، لا دول متنطورين في التيومر كله بالتساوي. ده من خصائص الجاينت سيل تيومر اوف بون. طيب بعد كده في ورم عندي اللي هو اسمه الانيوريزمال بون سيست. ممكن حضرتك تكتب لي بس الانيوريزمال بون سيست او اسمه اللي هو الايه؟ الاي بي سي. من اسمه كده اسمه انيوريزمال بون سيست، يبقى هو بي كلمة انيوريزمال بون سيست. انيوريزمال بون سيست يعني ورم في ايه؟ سيست. وكلمة انيوريزمال يعني حاجة دايليتد. فأنا عندي في الورم ده بيكون
dilated vascular channels. أماكن كده واسعة سيست واسعة ومليانة دم. بين السيست وبعضها بيكون في سكة اللي لونها أخضر دي فايبرس سكة، والفايبرس سكة بيكون فيها شوية أوستيوكلاست برضه اللي هي جاينت سيلز برضه. بس الجاينت سيلز دول بيكونوا متجمعين عاملين كلاسترين مش ايفنلي ديستريبيوتد زي اللي فوق دول. تمام؟ يبقى احنا عندنا الانيوريزما البون سيست ده بيكون سيستك سبيسز مليانة دم. بينها وبين بعضها بيكون في مين؟ ستة فايبرس ستة، والفايبرس ستة دي بيكون متنطور فيها الاوستيوبلاست. أهم ما تعرفه عن الأنيوريزما البون سيست إنه ممكن يجي برايمري أو سكندري. يعني إيه كلمة برايمري؟ يعني يكون هو الورم طالع من البداية وأنيوريزما البون سيست، يا إما سكندري يعني ألاقيه مثلا واحد عنده اوستيوبلاستوما ومعاه أنيوريزما البون سيست ده سكندري، واحد عنده اوستيوساركوما ومعاه انيوريزما البون سيست ده كده يبقى سكندري. تمام؟ يبقى الانيوريزما البون سيست يا اما برايمري يا اما سكندري، وبيتكون من سيستك سبيسز مليانه دم وبينهم بعضها بيكون في ايه؟ سته اللي لونها اخضر. ماشي؟ طيب في مشكله في الجاين سيكريت ريجنز؟ يبقى اهم ما ايه؟ لا يعني من الحاجات البيناية. بعد كده يبقى الجاينت سيل تيومر اوف بون بيطلع من الابيفيسس في الميدل ايج، بيبقى عباره عن ماس هيموراجيك ماس حواليها زون من الرياكتيف بون تحت الميكروسكوب تو كومبوينت جاينت سيلز اللي هي مش نيوبلاستيك، وبينها وبين بعضها مونو نيوكليير سيلز خليه بالنيوكليس واحده اللي هي مين؟ النيوبلاستيك. بعد كده الاي بي سي اللي هو الانوريزما البون سيست بيكون من سيستك سبيسز مليانه دم، بينها وبين بعضها بيكون في مين؟ فايبرس ستة، وبيطلع يا اما برايمري هو الاساس يا اما سكندري الاي ليجن تاني. طيب بعد كده هناخد نتكلم عن التيومرز اوف انسرتد هيستيو جينيسيس اللي هو الاي وينج ساركوما. الاي وينج ساركوما ده المثال اللي هناخده على التيومرز اوف انسرتد هيستيو جينيسيس. طيب الاي وينج ساركوما ده ورم بدائي، ورم بيحصل في الاطفال الامبريولوجيك تيومر اللي هي التيومرز في الاطفال الصغيرين اللي هي الاورام البدائيه. يبقى ده بيطلع فين؟ في الاطفال الصغيرين. السايد بتاعه بيطلع من الدايافيسس اوف لونج بون. يبقى الايمنج ساركوما بتطلع من الدايافيسس وبتطلع في الاطفال الصغيرين. الموست كومن بون تيومر اللي بيطلع في الاطفال الصغيرين هو الاوستيوساركوما. يبقى الاوستيوساركوما هو الموست كومن بون تيومر بيطلع في الاطفال الصغيرين. والسكند موست كومن بون تيومر بيطلع في الاطفال هو مين؟ هو الايوينج ساركوما. والايوينج ساركوما ده مالجنت تيومر، تمام؟ وبيحصل قلنا في الاطفال. طيب الساركوما دي من الكاركترستيك بتاعتها ان فيها حاجه اسمها جينيتك ترانسلوكيشن، ده بتتسال عليها كتير قوي في الام سي كيو. جينيتك ترانسلوكيشن يعني ايه؟ يعني في عندي تو جينز، جين اثنين جينز على كروموزوم 11 وعلى كروموزوم 22. ترانسلوكيشن يعني في حته من الجين سابت مكانها، تمام؟ حته من الكروموزوم سابت مكانها وراحت لازقت في الكروموزوم الثاني، دي معنى كلمه ترانسلوكيشن. ترانسلوكيشن يعني غيرت مكانها، حته من الكروموزوم سابت المكان بتاعها وراحت لازقت في الكروموزوم الثاني. فده ترانسلوكيشن بين الكروموزوم رقم 11 ورقم 22. اي ساركوما فيها ترانسلوكيشن، يعني اي ساركوما سببها جينيتك ترانسلوكيشن، دايما الخلايا بتاعت الساركوما دي بتكون يونيفورم. مش احنا عارفين ان اي خلايا مالجنة بتبقى مالها؟ بليومورفيزم، كلها مختلفة عن بعضها فيها بليومورفيزم. لكن الساركوما اي ساركوما فيها ترانسلوكيشن جينيتك ترانسلوكيشن على طول الخلايا تحت الميكروسكوب بتكون مالها؟ يونيفورم، يعني نفس الشكل والحجم، ما فيهاش بليومورفيزم، ضد القوانين. ماشي؟ علشان كده هتلاقي ان في الاي وينج ساركوما كاتب لك ان هي فيها ترانسلوكيشن 11 22 بين التو كروموزومز دول، وهتلاقي في الميكروسكوبك بيكتشر انها بتتكون من ايه؟ يونيفورم سيلز. فكلمه يونيفورم في الميكروسكوبك دي فيري امبورتنت. ليه يونيفورم سيلز؟ لانها ترانسلوكيشن ساركوما. تمام؟ طيب يبقى هي تحت الميكروسكوب بتتكون من يونيفورم سيلز، خلايا متساويه في الحجم والشكل، وزي الخلايا البدائيه. احنا اتفقنا ان الخلايا البدائيه بتبقى شكلها عامل ازاي؟ قولوا حاجه بقى الصبح ما بتقولش ايه؟
سمول وراوند تو راوند بلو سيلز. برافو عليك. يبقى هي خلايا بدائيه راوند بلو سيلز. ساعات السيتوبلازم يكون فيه شويه كليرنج كده بسبب الجلايكوجين حوالين، يعني بيكون كده زون كده كلير رفيعه قوي حوالين النيوكليس اللي هي. تمام. طيب هتلاقي عندك في الكتاب بيقول لك ان هي مطلوب ان انت تعمل لها ديفرنشال دايجنوستس من الاذر راوند بلو سيلز. بصوا احنا عندنا في كده مجموعه من الديزيزز في الباثولوجي اسمها راوند بلو سيلز، منها الحاجات البدائيه اللي هي البريمتيف تيوب. فعلشان كده لما بلاقي عينه عندي فيها راوند بلو سيلز بالمنظر ده، انا ماشي هكون شاكك من مكانها ومن سن الطفل ومن الحاجات كلها انها ايه ومسرقوها، بس لازم نكسكلود بقيه الراوند بلو سيلز تيومر ان احنا نعمل دلالات الاورام اللي هي الميونوهيستوكيمستري، لان في حاجات كتير قوي تعمل راوند بلو سيلز زي النيوبلاستوما زي مثلا الليمفوما، كل الحاجات دي راوند بلو. تمام. فبتبقى محتاجه ان احنا نعمل اميونو هيستوكيمستري اللي هي صبغات مناعيه عشان نعرف كل التيومر فيهم يكون ليه سبب. ماشي. طيب يبقى الايوي ساركوما مهم جدا تعرف ان هو بريميتيف تيومر ورم بدائي. السكند موست كومن مالجنت تيومر في الاطفال بعد الاوستيو ساركوما بيطلع من الدايفيسز اللي هي اللونج بون ترانس لوكيشن، ده بتتسال عليه من المحامي ده شهر 22، وبيكون بيتكون من يونيفورم راوند بلو سيلز. في حد مش فاهمه؟ تمام؟ في حد قبل كده قال لي انت يعني كنت بتكلم مع حد منكم يعني، فبيقول لي مش يعني مش لازم كل ما تسمعي حاجه تسالينا فاهمين ولا مش فاهمين، يعني لازم انت تبقي عارفه ان انت اللي تقوليه لازم هيبقى مفهوم كده كده، فما ينفعش اللي هو اي دكتور مش انا يعني، اي دكتور لازم يبقى حاطط في باله ان هو طالما قال كلمه الكلمه دي مفهوم. يعني لازم يكون في ثقه ان الكلام اللي اتقال يبقى كده مفهوم مفيش حاجه، فده طبعا كلام غلط. ما هو لو يعني لو ما هو ده الناس لو فضلت يعني الناس لو سالت انت فاهمه ولا لا؟ فريد انا قلتها بطريقه ده ملوش علاقه بالكلام اللي بقوله صح ولا لا، صح؟ يعني الكلام كده كده صح. بس انا وصلتك ولا مش وصلتك؟ فلازم الانسان يبقى واخد فيدباك من اللي قدامه عشان يعرف يابديت نفسه، وده مش عيب. كان مره حد زمان قال لي الدكتور اللي احنا بنحبه كان حد كده والله العظيم مش فاكرين الدكتور، هو كان كلامه مستفز يعني، يقول احنا عشان نحب دكتور لازم الدكتور ده يكون متكبر، يعني ده بيبقى ليه هيبه كده وبيبقى كلنا بقى يعني بنبقى عاملين له بقى حساب. طبعا ده غلط. يعني لو واحد فعلا فهم ان هو خلاص كده اللي انا هقوله ده صح وانا لازم يتفهم، ده يبقى نهايه الانسان. نهايه الانسان اول ما يبقى عارف ان هو يعني خلاص اللي هو كده وصل لاخر مرحله من مراحل العلم ومن مراحل كل حاجه، واللي قدامه لازم بقى يبقى فاهم كده. لازم الواحد يبقى ابديتد على طول ويبقى فاهم. على فكره البون ده اصلا التخصص بتاعي، يعني هو التخصص بتاعي في الدكتوراه اللي هو البون والسوفت تيشو. تمام. فانا يعني انا مذاكراه ده، انا يعني بشكل يعني كنت الاستشاري دي مذاكرها يعني بشيء بعمق يعني. لكن وانا يعني انا قعدت عشان خاطر احضر المحاضره دي اللي هي اصلا فيها كلام قشور يعني عن يعني المفروض اللي هو بيبقى مكتوب في الكتب التكست، قعدت اقراها امبارح وانا في المواصلات والنهارده وانا جايه وبالليل في البيت، فحاسه ان انا ناقصني حاجه وحاسه ان انا اروح مش عارفه اتكلم. يعني لازم الواحد يكون عنده سنه ان هو مش واثق في نفسه، لان هي دي اللي بتخليك ان انت تبقى احسن دايما. لكن لو وثقت في نفسك ان انت بيرفكت، اقول طب انا يعني وانا انا كده كده مش هراجع على كونتي، وما طب انا عارفاه ده انا اشرحها بصباعي الصغير، ما انا عارفه الكلام اكتر من ده بكتير، كده خلاص انا حاجه مش هبقى زين. فلازم مهما انت كنت كويس ومهما كنت مذاكر ومهما كنت وكده، لازم اوعى تدي نفسك ثقه ان انت خلاص كده بيرفكت. مفيش حد فينا بيوصل للتوب. تمام. لان كل واحد فينا مهما وصل لعلم ايه مهما عمل ايه، هو في قانون، وما قلت لكم العلم ده قليل، هو ده قانون، فدايما لازم يكون في اكتر. ولازم ما تحسسش نفسك ان انت بيرفكت عشان تقدر تبقى احسن، لان انت لو حسيت نفسك ان انت بيرفكت خلاص هتمنع التطور في حياتك، هيبقى خلاص كده. تمام. فده يعني افتكرت لما عمال اقول لكم فاهمين فاهمين، وقال لي ما تسالناش احنا فاهمين ولا لا،
انت لازم عندك سمه الاثنين لازم يبقى مفتوح. لا يعني. بعد كده اخر حاجه عندنا بقى الفايبرس ديسبليزيا. الفايبرس ديسبليزيا دي مش بيدخلوها تحت اعداد الاورام، بيسموها ديفلوبمنتال ديس اوردر. يعني ايه ديفلوبمنتال ديس اوردر؟ ديفلوبمنتال ديس اوردر يعني حاجه بتطلع كده ديورنج الديفلوبمنت بتاع البون وبتختفي ساعات، احيانا بتختفي لوحدها وقت البيبرتي، يعني مش ساعات ما بتحتاجش ان الانسان يعمل عمليه ويشيلها. فدي بيسموها ديفلوبمنتال ديس اوردر. دي الفايبرس ديسبليزيا بيبقى ليجن طالع ويزن الميدالري كنال بتاعت اللونج بون طالع جوه الميدالة كده. الليجن ده زي ما قلت لكم هو حاجه ديفلوبمنتال تطلع مع الادولسنت وممكن تختفي بعد البيوبرتي وممكن تحتاج انها تتشال بسيرجري، بس هي حاجه كومبليتلي بيناين. بتبقى عباره عن ايه بقى الفايبرس ديسبليزيا؟ شايفين الحاجات اللي لونها احمر دي؟ الحاجات اللي لونها احمر دي ووفن بون ترابيكيلي. ووفن بون ترابيكيلي قلنا النهارده امتى ووفن بون ترابيكيلي؟ ايوه الايه؟ ايوه الاوستيويد. اوستيوما، برافو عليك. فاكرين قلت لكم مالها ايه المميز في الـ في الـ في, في الترابيكيلي اللي هناك؟ انها مالها؟ ان في اوستيوبلاست. ايوه ريمد باي الاوستيوبلاست. هنا بقى شايفين الموفن بون ترابيكيلي دي مالها؟ شايفين في الاوستيوبلاست حواليها؟ لا، يبقى نوت ريمد باي الاوستيوبلاست. يبقى الفايبرس ديسبليزيا مالها؟ ترابيكيلي من الموفن بون نوت ريمد باي اوستيوبلاست. امال الترابيكيلي اللي هو الاحمر ولا الاخضر؟ لا، البون اللي هو الاحمر. تمام. والبون ترابيكيلي دي تبقى عارفين شكل اللي هم حروف الصينيه دي بيسموها شبه التشاينيز ليتر، بتبقى معرجه كده معوجه شبه الحروف الصينيه، وساعات بيسموها كيرفلينيا. كيرفلينيا يعني واخده كيرفات كده. تمام. طيب بينها وبين بعضها بيكون في شويه فايبرس ستروما، بينها وبين بعضها بيكون شويه فايبرس ستروما، عشان كده ساعات الليجن ده بيسموه فايبرو اوسيس ليجن. يعني ايه فايبرو اوسيس؟ فايبرو اوسيس فايبرو يعني ايه؟ يعني في فايبرس تيشو، واوسيس يعني ايه؟ يعني في بون. يبقى احنا عندنا الفايبرس ديسبليزيا ديفلوبمنتال ديس اوردر تطلع مثل المدلل كافيتي عباره عن كيرفيلينيال بون ترابيكلي مش حواليها اوستيو بلاستيك ليمين، وبينها وبين بعضها بيكون في مين؟ في الفايبرس تيشو. تمام؟ في حد مش فاهم حاجه؟ في حد قايل حاجه على حاجه؟ بجد والله؟ الكونفنشنال كوندروساركوما؟ الكونفنشنال كوندروساركوما ده بارت ديفورمينج تيشو بيتكون من كوندروسايتس. تمام؟ بس الكوندروسايت فيها بليمورفيزم، يعني فيها بليمورفيزم مش شبه بعضهم، نيوكلاي كبيره فيها برومينت نيوكليولس في النص، وبتكون في النص بين الكوندروسايتس وبعضها عامله انتراكمنت حابسه جواها النورمال بون، هي حابسه جواها، هي محوطاه كده. تمام؟ على حسب السيليولاريتي، على حسب عدد الخلايا وكميه الخلايا في التيومر، وعلى حسب البليومورفيزم قد ايه شكلهم وحش ومش شبه بعض، وعلى حسب الميتوزس اللي فيهم بنقسم الكونفنشنال كوندروساركوما لجريد 1 و2 و3، جريد 1 احسنهم وجريد 3 اوحش. تمام؟ هي الصوره دي جروسلي؟ دي جروس؟ انا فاكره حاجه بالاشعه او كده. لا لا دي جروس. هي بيطلع لونها كده؟ بيطلع لونها ازرق لامع كده. بتجيلنا كتير قوي الكوندروساركوما دي بالذات في الريبس. دي كتير قوي بصراحه في لما تبقوا فاضيين كده في الاجازه حتى ولا حاجه، لو احضروا ترابيزه التقطيع اللي هي بتاعت في المعمل عندنا. مش انتوا بتدخلوا كده السكشن؟ عارفين السلم بتاع البدروم؟ بدل ما تنزلوا السلم بتاع البدروم خشوا شمال كده. في جوه المعمل بتبقى العينات اللي جايه من العمليات بتاعت المستشفى بتتقطع بقى اللي هو الجروسنج بتاعها، وبعد كده بتتشاف بقى تحت الميكروسكوب. فحضور التقطيع ده فعلا مفيد جدا، هيفرق معاكم قوي نسا جراحه النسا وجراحه بالذات. اوقفوا اتفرجوا كده هتستمتعوا جدا. وينفعكم كمان في ايه؟ في ساعات تيجي اللارنجكتومي. يعني انا ما فهمتش الاناتومي بتاع اللارنس والمناطق المحيطه ده لما شفت اللارنجكتومي، يعني الكهرباء بايريفورم وفصه وما اعرفش الحوارات دي كلها كانت ضلمه، فلما بتشوفها الطبيعه فعلا بتفرق جامد. طب احضروا بكره بقى، ما تنسوش بكره كده ان شاء الله. يعني السبت بقى.